بول كيلي. كان الفنان بول كيلي أسبق من الفنانين العرب للاستفادة من هذه التجربة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ البشري، وكانت مذكراته التي كتبها بعد زيارته إلى شمال إفريقيا تكشف لنا مدى ارتباطه الوثيق بحضارة وسحر الشرق وقصص ألف ليلة وليلة. وقد كتب أحد النقاد قائلا: في كل مرة يشعر فيها الغرب بالفراغ يتجه إلى الشرق. بول كيلي يعتبر أحد رواد الفن الحديث الأوروبي، وهو فنان سويسري الأصل. ولد عام 1879 في قرية قرب مدينة بيرن في سويسرا، ومات سنة 1940، وهو أكثر الفنانين تميزا وأكثرهم تفردا وتنوعا، فهو يملك فنا غريزي وخيالي لا يمت بصلة إلى ما هو ضاحك أو ساخر أو فارغ. إنه عالم السحر والفكرة والفانتزا. وكانت زيارة كيلي إلى الدول العربية أشبه شيء بالقصص الخيالية، فقد كان مبهورا ومسحورا، وشعر بأنه قد عثر على مبتغاه وأنه قد وجد نفسه هنا، فيقول: ومع ذلك فقد كانت جد واضحة أنها قصة ألف ليلة وليلة، وأنها ليلة تقبع في أعماق إلى الأبد. وقد وجد كيلي بأن الفن الإسلامي قادر على التنوع في الأساليب، موزعة بين الحقيقة والخيال، ما بين التجريد والرمز، فقد كان يبحث عن الماهيات، عما وراء الأشياء، وأنه لن يصل إلى ذلك ما لم يقم بتعرية الشكل أو إحالته إلى خطوط وسطوح ونقاط. فيقول: إن فن الرسم هو فن تعرية. وقد أثرت الأجواء الروحية في تونس على كيلي، فكانت هذه المنطقة ولا زالت تعج بالفرق الصوفية، والتي من مبادئها التقشف في العيش من ملبس ومأكل، وذلك للوصول إلى ساحة الروح العليا التي تمثل الطريق إلى الكمال والجمال. لم يكن كيلي فنانا عاديا، بل كان أستاذا ومفكرا ومبدعا، وقد نهج منهج الفن الأوروبي بالتقنية والتجديد، والشرقي بالفانتزا والشكل والروح. لقد حاول كيلي الاستفادة من الخط العربي، واكتشف فيه جمالية شكلية فاتنة، فقد أخذه ووظفه في اللوحة كعنصر تشكيلي، وظهر ذلك في عدد كبير من لوحاته. وبذلك فقد رسم كيلي أسلوبا ومدرسة جديدة قائمة على دعائم وركائز الشرقية، وحيث لفت نظر وانتباه الفنانين العرب إلى الخزين الحضاري والقيم الفنية والجمالية التي تملكها حضارتهم. ويقترب فن كيلي من رسوم الأطفال من حيث بساطتها وعدم اهتمامها بالتفاصيل، ومن حيث جمالها الفطري، ولكنه يختلف عنها كونه يتمتع بالذكاء والثقافة، وأن أعماله موجهة إلى جمهور مثقف قد تأثر بأفكاره، كما يختلف عن فن الإنسان البدائي الذي يرتبط بالغيبيات والسحر والدين. بينما كيلي بعيد عن هذه المعتقدات، بل هو واقعي. إن كيلي يذهب في أعماله إلى عالم العقل الباطني، عالم الحقيقة الدفينة المخزونة، فهو يريد أن يكشفها ويبرزها إلى عالم المدركات الحسية، معتمدا على وعيه وخزينه الثقافي الذي يتمتع به، وذلك العالم الميتافيزيقي الذي يعتقد به.